نتكلم عن حياه البرزخ. نعم. سيدنا سفيان الثوري امير المؤمنين في الحديث، نعم، كان يمر على المقابر ورايح الجمعه، كل جمعه يقول السلام عليكم يا اهل القبور، انتم السابقون، وانا ان شاء الله بكم لاحقون، نسال الله لنا ولكم العافيه، انس الله وحشتكم وكان معكم في غربتكم وتقبل من محسنكم وتجاوز عن مسيئكم، كل جمعه. فجه شهر مرض، فقال فما ذهبت؟ فرأيتهم في الرؤيا يجرون أكفانهم يقولون يا شيخ لما لم تزورنا، كنا نستأنس بزيارتك. يا الله الله. الأغرب من الخيال ثابت بن قيس، الصحابي الجليل. نعم. ثابت بن قيس في اليمامة، ليه المسلمين بدأوا في أول المعركة بدأوا يهربوا، فجه هو وحذيفة بن اليمان قالوا ما كنا هكذا مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، فحفر كلاهما خندقا وقف فيه يقاتل كي لا يحدث نفسه بالهرب، لأن جيش مسيلمة هجم على المسلمين في أول مرة، حتى أقسم خالد لأن دخل عليهم الحديقة لا يفعل فيهم الأفاعيل. رزق كلاهما الشهادة ضد مسيلمة الكذاب، فهو واقف كان عليه درع، فواحد من الناس يمر من المسلمين، نعم، او من الجدد من المسلمين، خلع درع ثابت وغله اخذه وجري هرب. لما سرق درع ثابت؟ سرق في المنام وهو شهيد رقبته سبحان الله، فسرق درعه. فراجل من رجل من الصحابه من شدة بعد ما انتهت الجولة الأولى أخذته سنة من النوم، فرأى ثابت في الرؤية فورا، قال له يا فلان لا تظن أن هذا حلم، ده مش حلم اللي تشوفه، أنا أكلمك، إن درعي سرقه رجل وجرى وهو في أقصى المعسكر، أقصى مكان، وصف له مكانه، أقصى مكان، وقد وضع الدرع في حفرة عند خيمته وعليها برمة، برمة اللي القدر، نعم، يقول عندنا في الصعيد على القدر برمة، كلمة عربية في عند ابن منظور يعني، فوضع عليها برمة، وضع عليها حجر كبير، فخبر خالدا، وإذا أخذه خالد فليعد به إلى خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر ليبيعه، وإن علي دين لفلان ولفلان، وإن خادم فلان حر لوجه الله. الرجل استيقظ من الرؤيا، بلغ خالد، خالد مش اخر المعسكر، رفع الحجر، رفع البرمه، رفع، وجد الدرع، رجع للمدينه، سلم الدرع ابو بكر، قال والله لننفذن وصيه ثابت، وهذه اول واخر وصيه في التاريخ تنفذ، وصيه متوفى. لا اله الا الله، لا حول ولا قوه الا بالله. انا اخبرك ليه بهذه القصه؟ نعم. لان الميت معنا، المتوفى معنا، يشعر بنا. راى الرجل وعرف الرجل وعرف اين خبأه. اسمع هذه، سعيد بن زيد احد العشرة المبشرين بالجنة، صحيح، زوج فاطمة بنت الخطاب، نعم، اللي كان سبب في اسلام عمر، صحيح، تخيل ان عمر كل حسناته في ميزان سعيد، سبحان الله، اخذ بيده الى الاسلام، ادله على الخير كفاعل، مش المصريين كلهم كل اعمالهم في ميزان حسنات عمرو، عمرو بن العاص، شوف، لا اله الا الله. ف سعيد بن زيد كان في المعركة، وأخوه في الله يتابع أنه لم ينم منذ أيام، فأقسم عليه بالله أن يدخل ينام. دخل سعيد نام في الـ في الـ في الخيمة، أخوه يحرسه خشية أن يطوق المعسكر، وسعيد أحد قوات الجيش يعني. نعم. فسمع أخوه هذا، سمع سعيدا يقول بصوت مرتفع والله لا أريد أن أعود، والله لا أريد أن أعود يا عيناء يا مرضية. فأخوه يبدو أن سعيد من قلة النوم بدأ يقول أي كلام وموت من التعب يعني، والله لا أريد أن أعود يا عيناء يا مرضية، يا عيناء يا مرضية، نعم، ما معنى يعني؟ فأيقظه سعيد، سعيد، قال له جزاك الله عني، قال قل خيرا، قال ومن أين يأتي الخير؟ قال لما؟ قال خيرا، لا، قال لا بد أن تخبرنا، قال رأيت رؤيا، قال أخبرني، قال أستحلفك بالله ألا تخبر عني إلا بعد أن أموت. قال له خلاص. قال لما نمت كأن القيامة قد قامت،
وكأن مناد من السماء ينادي قد رضي الله عن سعيد بن زيد. الله أكبر ما شاء الله. الرسول رضي عنه، متى رضي عنه؟ عن عشرة، من العشرة. وسعيد بن زيد شوف الرسول عبر عنه قال حبيب من أحباء الرحمن. فلما سعيد لما نودي عليه قال سعيد رضي الله عنه، فإذا بملكان معهم ثلاثة خيول مطهمة، هم راكبين، ده واحد وده واحد، والثالث قال اركب الى اين؟ سعيد. لسعيد اركب، قال الى مكانك في الجنة. فعلى باب الجنة نزلت، فقابلتني يعني نسوة اشد جمالا من البدر ليلتها التمام. قلت هل هؤلاء هن الحور العين التي كلمنا رب العباد عنهن في القرآن؟ اجبنني وقلنا لا، نحن خدم من خدمهن. السلام. كل ما يمشي يشوف اجمل، يشوف اجمل، الى ان وجدت ثلاثه بينهن واحده كالشمس. مرحبا بك يا سعيد، انا زوجتك من الحور العين، انا العيناء المرضيه، فمددت يدي اصافحها. قالت اليك عني يا سعيد، انت ما زلت في الدنيا، ولكن سوف تحل عندنا بعد ثلاث. قلت والله لا اريد ان اعود، والله لا اريد ان اعود، مرحبا بك يا عيناء يا مرضيه، وانت توقظني. يا الله. راقب اخوه سعيد، راقب بتاعه، كان يوم خميس في المعركه وصائم. وبعدين الشمس اوشكت ان تسقط خلف الجبل، واذا بطعنه تاتي لسعيد فوقع على الارض. جري عليه اخوه، اين الافطار يا سعيد؟ قال في مقعد صدق عند مليك المقتدر، اهلا بك يا عيناء يا مرضيه. الله الله. حنظلة غسيل الملائكة. نعم. هو الكلام ما لازم نشرح صدور الناس بهذا القصص. دول أسلافنا الصالحون. دول عشان وهذا في القبر يسأل. هذا شهيد. هذا ما شاء الله. هذا لا قوة إلا بالله. مش فيه صاروخ عبر القارات. نعم. وفيه ناس سبحان الله يدخلون الجنة من غير بدون حساب. هذا منهم. هذا منهم. هذا منهم سبحان الله. أحد الصالحين جالس ويقول سمعت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن عمر أول رجل في 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 في, في الآخرة يأخذ كتابه بيمينه. فجالسون قالوا عجبا. وأبو بكر قالوا عجبا. وأبو بكر قال عجبا لكم أنتم، أتريدون أن يقف أبو بكر للحساب؟ يا سلام. يدخل بدون حساب. حنظلة. حنظلة غسيل الملائكة. هو أعرس ونادى منادي الجهاد، نسي أن يغتسل، واستشهد في المعركة، والصحابة يجيبوه عشان الرسول يصلي عليه. على رسلك. أعرس تزوج. تزوج. ليلة الزفاف. ليلة الزفاف. فقبل الفجر ينادي المنادي المعركة الحرب. نعم. فمن عجلته نسي أن يغتسل. نعم. من جنابته. وخرج إلى المعركة. ورزق الشهادة. وبعدين الصحابة وجدوا بللا مبتل. فقال رسول الله من أين؟ صحراء صحراء. نعم. من أين؟ قال غسلته الملائكة، ووقف الرسول وهو يصلي عليه على أطراف أصابعه. قالوا عجبا يا رسول الله. قال من كثرة ازدحام الملائكة. الملائكة نزلت تصلي على حنظلة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله. سبحان الله العظيم. فالقصص هذا سبحان الله العظيم يعني يري أن 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 روح العبد المؤمن يعني معنا وتشعر بنا. وحكايه ان 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 الروح مع يعني الله يرضى عن الشافعي تلميذه الوراق عبد الله الوراق، لما اشتاق لرؤيته بعد الرؤيه بعد الوفاه فشافه الرؤيا فرح، قال له كيف الحال يا شافعي؟ قال حاسبونا فدققوا ثم منوا فاعتقوا، هكذا تصنع الملوك بالمماليك يرفقوا، ان قلبي يقول لي ولساني يصدق، كل من مات مؤمنا ليس بالنار يحرق. يا سلام. نعم. مرة ثانية هذه الأبيات للإمام الشافعي. حاسبونا فدققوا ثم منوا فأعتقوا، هكذا تصنع الملوك بالمماليك يرفقوا، إن قلبي يقول لي ولساني يصدق، كل من مات مؤمنا ليس بالنار يحرق. وهذه من المبشرات التي تبشر. اللهم اجعلنا من المؤمنين يا رب العالمين. لكن هناك محور خطير، وهو ماذا في القبر؟ يعني قبل هذا المحور يروى بالأثر ما حدث لسيدنا عمر بن الخطاب في القبر. هل أمسك الملكين حقيقة؟ لا، هذه رواية ضعيفة.
وقال تسألني عن شيء كنت أعلم. لا حققتها فوجدتها ضعيفة. ضعيفة. ما ذكرتها. ولهذا يلزم التنويه للسادة المشاهدين. لا لا لا, هذه رواية عن عمر غير صحيحة, ولكن ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم في القليب في بدر. نعم. كان ينادي الكفار بأسماء. القليب بالبئر. البئر. نعم. البئر. قل يا أصحاب القليب, يا فلان يا ابن فلان, يا فلان يا ابن فلان, إني وجدت ما وعدني ربي حقا, فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ الكفار. إذا الكافر كمان يعني ينادي على أبي لهب وينادي على الأموات من 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 الكفار من المشركين ومشركي مكة. والصحابة يتعجبون, يا رسول الله اسمع, ما أنتم بأسمع من كلامي منهم, ولكنهم لا يستطيعون إجابة. طيب. نعم.